السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي. من خلال برنامجنا نقدم لكم فقرتين. الفقرة الأولى عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين. الفقرة الثانية نقدم لكم فيها مجموعة تمارين، ومن خلال هذه التمارين نشرح لكم بالشكل الصحيح والخاطئ على أساس تستفيدوا منها بشكل الصحيح. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن بعض الأمور وعن بعض الطرق اللي هي تساعدك على الوصول حق أعلى هدف في رياضتك، وأيضا من خلال هذه الطرق راح تلاحظ تطورات جسمك بشكل أكبر في المستقبل. أول شيء طبعا بعض الأشخاص يقول لك مع زيادة العمر ممكن عملية الحرق أو افراز العضلات أو هذه الأمور أو بروز العضلات في الجسم راح تقل. صحيح، هي معلومة صحيحة، ولكن أنت تقدر تتحكم فيها دام ما أنت بعدك شباب في عمرك عمر الشباب، فبالتالي تقدر من خلال هذه الفترة أنك تحافظ على جسمك وتستمر إلى فترات طويلة. بمعنى نلاحظ أشخاص وصلوا لعمر 50 و54 و55 وجسمهم أفضل من أجسام الشباب. ليش؟ محافظين على جسمهم وتغذيتهم بشكل كبير. أول شيء طبعا عندك الأمر الأول والأهم اللي هو التغذية. من خلال هذه التغذية هي راح تحافظ لك على جسمك بشكل كبير، وتساعدك على المحافظة على عضلاتك وقوة عضلاتك وتحسين أدائك الرياضي بشكل كبير. هي العامل الأساسي اللي تساعدك على إعطاء الجسم في هذا الشكل. الأمر الثاني وهو ترتيب الروتين اليومي، يعني تلقى روتين اليومي مرتب بشكل كامل، يعرف متى يتناول وجباته، يعرف متى يريح، يعرف متى يروح يتمرن، عقب ما يتمرن يعرف متى يخلص أشغاله، وأيضا يعني طريقة أموره راح تشوفها مرتبة بشكل كبير. فبالتالي هذا الجدول اليومي راح يساعد على تناول وجباته بشكل صحيح، وراح يساعد على الوصول حق الهدف اللي هو حاول يوصله بالشكل الصحيح. إنزين، من بعد ما ننتهي من هذا الأمر عندك اللي هو أخذ فترات الراحة. فترات الراحة جدا مهمة حق الشخص، لأن فترات الراحة راح تساعدك على اللي هو مرحلة الاستشفاء العضلي وزيادة الكتل العضلية من خلال مرحلة الاستشفاء العضلي، وتساعدك على إعادة بناء التمزقات اللي حصلت لك بالتمرين، وكذلك راح تساعدك على إراحة الجسم وإعطاء الطاقة والأداء الرياضي بتحسن بسبب أخذ فترات الراحة من خلال الأسبوع، وأيضا عدم التعرض إلى الهرمونات وأخذ العقاقير اللي هي ممكن تضر بالصحة مستقبلا، طبعا تضر في وظائف الكلى والجسم بشكل عام، وكذلك هذه الهرمونات جدا مضرة، لها سايد افكت وآثار سلبية كثيرة مستقبلا على الشخص نفسه. لا، الجسم طبيعي دائما، الطبيعي راح تلاحظ أنه محافظ على جسمه في فترة طويلة، وأيضا بشكل بطيء ممكن بنى جسمه، ولكن بشكل بطيء راح يروح منه جسمه بسبب ان عدم اخذ هذه الهرمونات والمحافظة على هرمونات الطبيعية، وقاعد يشغلها اثناء ممارسة التمرين بشكل صحيح. فمن خلال هذه الامور حاول انك تحافظ عليها، وحاول انك تستمر عليها بشكل كبير، راح تلاحظ انك راح توصل حق افضل اداء رياضي، افضل جسم رياضي، وافضل صحة سليمة خارجيا وداخليا، ووظائف جسم ووظائف الجسم تكون نشطة معك بشكل كبير. وهذه افضل طريقة انك تحافظ على نفسك وعلى جسمك بشكل عام. وهذا كان موضوعنا اليوم، ان شاء الله اتمنى الجميع يستفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديدة. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل. راح أقدم لكم مجموعة تمارين تساعد على زيادة
نسبة الحرق وكذلك هذه التمارين تساعد على التخلص من الدهون. معاي الجهاز الموجود بجانبي راح ألعب على أكثر من تمرين. أول تمرين راح يكون اللي هو عبارة عن تمرين القفز وكذلك تمرين البوش أب في نفس الوقت، وأيضا من بعدها راح أقدم لكم تمرين ثاني من بعد انتهاء من التمرين الأول. طريقة التمرين راح تكون كالتالي: أثبت الجهاز بهذه الطريقة، أنزل بهذا الشكل 10 تكرارات تمرين البوش أب، من بعدها قفز بهذا الشكل، لاحظ 10 تكرارات أيضا قفز بهذا الشكل، أيضا طريقة القفز ممكن أن يقفز بهذه الطريقة، أيضا بهذا الشكل. هذا التمرين الأول راح تكون عبارة عن 3 جولات في 10 تكرارات. التمرين الثاني راح يكون كالتالي: أثبت الجهاز بهذه الطريقة، أنزل بهذا الشكل، أستهدف في عضلة الصدر أسفل الصدر بهذا الشكل، أيضا عضلة مساعدة اللي هي عضلة التراي، 10 تكرارات، وأيضا مباشرة أحرك بهذه الطريقة لمدة 10 ثواني. هذا التمرين الثاني مرة ثانية أبين لكم إياه: 10 تكرارات وأيضا لمدة 10 ثواني أحرك الرجل. التمرين اللي بعده راح يكون تمرين حق عضلة المعدة، أثبت رجلي بهذه الطريقة، لاحظ أيضا عكس بهذا الشكل، 10 تكرارات بهذا التمرين، راح استهدف فيها عضلة الكور وعضلة أسفل المعدة. التمرين الأخير راح يكون كالتالي: أثبت رجلي بهذه الطريقة، أيضا أحرك بهذا الشكل. بالنسبة حق التكرارات أيضا 15 تكرار في 10 جولات. هذا التمرين الأخير يستهدف عضلة المعدة اللي هي عضلة الكور أسفل المعدة. من خلال هذه التمارين حاول أنك تزيد من عدد التكرارات خلال الأيام المقبلة، وأيضا تزيد من عدد الجولات، راح تلاحظ أنك استفدت منها بشكل كبير، وخصوصا التمارين هذه تزيد من نسبة الحرق وتساعدك على التخلص من الدهون الموجودة في جسمك بشكل كبير. حاول قدر المستطاع أيضا بالنسبة حق إذا الشخص كان وزنه عالي ما يلعب اللي هو تمرين الضغط نفس ما بينت لكم إياه، لا يلعب التمرين اللي هو من دون الجهاز، من بعد ما يخف وزنه يلعب تمرين الضغط مع الجهاز على أساس يساعده بشكل كبير أنه يشد عضلة الصدر بشكل أفضل. وهذا كان تمريننا اليوم إن شاء الله، أتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا بحلقات مقبلة بتمارين جديدة.